السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا موقع جميل جدا اسمه AIApply.co. الموقع دوت بيساعدك في ان انت تعمل CV بتاعك، وان انت تعمل الكفر ليتر، وان انت تتجهز للامتحان وكل حاجة. فهو موقع ممتاز جدا، هيظبط لك CV، يظبط لك الكفر ليتر، كل اللي انت عايزه. دي مثال للCV اللي موجود، وده مثال للكفر ليتر. هتقول له HR و ربنا يخليك لينا، واحنا عايزين يبقى في فرصة ان احنا نتعامل مع بعض. المهم يعني كاتب شوية كلام حلو قوي، تمام، على لسان ايلون ماسك. كل اللي عليك لو انت عندك ملف CV بسيط كده تقدر انت ترفعه له، ويبدأ ان هو يخليه حاجة احترافية وحاجة شيك كده، ويخليها مقبولة في البرامج بتاعة الـ HR، ويظبط لك كفر ليتر بتاعتك كل حاجة. طيب خلينا نبدأ مع بعض ان شاء الله. هقول له get hard now. ممكن بقى تعمل الابليكيشن بتاعك، بيقول لي ممكن تستخدم CV القديمة او ترفع CV تانية، او ممكن تكتب الجوب ديسكريبشن اللي انت عايزه. مثلا هنكتب، مثلا اكتب له مثلا HR manager، واقول له جنريت، عايزها فورمال ولا عايزها كاجوال. فيبدا يجهز لي كفر ليتر بتاعتي، يجهز لي الريسيوم CV. تبدا ان انت بقى تعدل بعد كده، من حقك ان انت ممكن تعملها داونلود وتعدل فيها زي ما انت عايز. هو هنا عمل لي كفر ليتر مجاني، والCV محتاج ان انت تعمل ابجريد عشان تقدر ان انت تحمله وتعدله. طبعا هتغير الاسم وتغير التواريخ وهكذا. طيب مثلا ده الاي اي كفر ليتر. تقدر تحملها كملف PDF. ممكن تعمل بقى واحدة جديدة، ممكن تعملها اوبن داونلود. طيب خلينا نجرب حاجة تانية غير ال HR letter ديت. هقول له facility manager ونشوف بقى يعملها لنا ازاي. ممكن نخليها formal، وبيقول لي ممكن تعمل advanced AI model. فكتبها لي، تمام. نقدر ان احنا ننسخها، نقدر ان احنا نعملها داونلود، نقدر الكوبي هوت تقدر ان انت تسيفها. بيقول لي انا خبرة 18 سنة في مجال البيم. تقريبا انا رفعت فيه قبل كده، فعشان كده هو خم ان انا 18 سنة، وش يعني كلام مظبوط، هو خد CV مني قبل كده. طيب كلوز. ممكن بقى تدخل على الجوب انترفيو، وخلينا نعمل كرييت انترفيو. الجوب تايتل بتاعتك بيم مانجر، الجوب ديسكريبشن، وتقول له بقى اعمل لي انترفيو، بحيث ان هو يسالك الاسئله المتوقعه لحد يسال في مقدم على البوزيشن ديت. فهو انا جايب لك الاسئله، تمام، تقدر تعرف الاسئله كلها، لكن الاجوبه لازم ان انت تعمل ابجريد عشان تعرف الاجوبه، تمام. وممكن تعمل تحمل الريل تايم بحيث ان انت تبقى عارف الفيدباك عامل ازاي. طيب السيرش بقى، لو انت بتدور على وظيفة تقدر تعمل سيرش على الوظائف، ويجيب لك هو بقى الوظائف زي ما انت عايز، تبدأ بقى تقدم فيها CV. فبيقول لك انت عايز تشتغل ايه. هو على فكرة من غير ما اقول له هو بدأ يجيب لي بيم اركتكتشر وبيم كوردينيتور والحاجات دي كلها. طيب فدي كلها حاجات ممكن ان شاء الله ايه تكون مسهلة على موضوع السيرة الذاتية. بيقول لك ان انت ممكن يبقى عندك اوتو ابلاي، بحيث ان السيفيهات تبقى موجوده وتوفر الوقت والحاجات دي كلها اوتوماتيك، بس بالمبلغ الضخم دوت. ممكن المبلغ ده يكون كويس في دول اوروبا وامريكا وكده، بس بالنسبه لنا مبلغ كبير عشان نكون صريح معاكم. طيب هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الموقع باذن الله.